السلام عليكم أصدقائي. دائما ما نعشق ونندهش من المخلوقات الغريبة والضخمة، حتى وإن كانت تخيفنا، إذ أن الخوف يعد جزءا من الدهشة. وكلما كانت هذه المخلوقات غريبة وغامضة، كلما ازداد الإعجاب بها. وهذه الكائنات تعد أساس بعض الأساطير والخرافات، ولم يتم التأكد 100% إذا كانوا كائنات حقيقية أم لا. لكن دعونا نعترف دائما، ما تكون الحقيقة أغرب بكثير من الخيال. لذا اليوم سوف نشاهد معا مخلوقات غريبة حقيقية، أو كما يقولون التقطت على الكاميرا، وأنتم أعزائي المشاهدين سوف تحكموا إن كانت هذه المخلوقات حقيقية أم لا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. فلنبدأ. تم اكتشاف كائن بحري غريب مجهول الهوية على إحدى شواطئ أمريكا، وقد كان مظهره مرعب جدا لعامة المتواجدين على الشاطئ، واعتقد البعض أن هذا المخلوق ربما يكون نوع مجهول من أسماك القرش. لكن ما هذه الأشواك المرعبة الموجودة في رقبته؟ ماذا تعتقد أن تكون هوية هذا المخلوق؟ اترك لنا تعليقك في صندوق التعليقات الموجود أسفل هذا الفيديو. تم التقاط هذه اللقطة مؤخرا في المحيط على عمق 4000 قدم تحت الماء، حيث أن الكاميرا قد صورت كائن مدهش وغريب جدا، لدرجة أن البعض ظن أن هذا الكائن هو كائن فضائي من شدة غرابته. عند النظر إليه وإلى حركاته، تشعر بداخلك أنه لا ينتمي لهذا العالم بالفعل. يتميز هذا المخلوق باللون الأسود الداكن، وهو يتحرك بشكل غريب جدا وكأنه إنسان آلي. هذا المخلوق يسبح في البحر بطريقة خاصة تجعله يبدو وكأنه يتباهى بتميزه وسط المخلوقات البحرية الأخرى. ما زلنا غير متأكدين من هوية هذا المخلوق، ولكن بعض الناس يعتقدون أنه نوع نادر من الحبار الأسود. ولكن هل تظن أنه بالفعل يمكن أن يكون كائنا فضائيا مثلما يظن الكثيرون؟ مرت هذه المدينة التي تعد إحدى المدن الصغيرة المطلة على البحر بأستراليا بيوم ضبابي كثيف جدا، حيث صرح سكان المدينة أنهم لم يروا عاصفة ضبابية بهذا الشكل من قبل. وقد ادعى الشاب الذي صور هذا الفيديو أنه تمكن من التقاط أكبر وأغرب وأقدم وحش عرفه التاريخ، وهو الوحش الذي يدعى كاثولو. طوال مدة هذا الفيديو يمكننا سماع صوت ضجة يأتي من الضباب، وبعد ذلك يمكننا أن نرى مخالب تشبه مخالب الوحش الأسطوري وتظهر بجانب المبنى. بعد ذلك يظهر صدمة كبيرة بالبحر بالصوت والمنظر، ليبدو لنا أن هذا الوحش قد عاد إلى البحر مرة أخرى. هل يمكنك عزيزي المشاهد أن تجد تفسيرا لما حدث في هذا الفيديو؟ طبعا غير ما قاله الناس. اكتب لنا رأيك في التعليقات أسفل هذا الفيديو. تم تصوير هذا الفيديو بغرض دراسة أسماك القرش البيضاء، وفي لحظة ما أثناء تصوير هذا الفيديو التقطت الكاميرا شيئا غريبا جدا. بعد الفحص وتحليل الفيديو اكتشفوا أنه سمكة قرش من نوع آخر يختلف لونها قليلا عن اللون الأبيض. وادعى الكثيرون أن سمكة القرش هذه هي ميجالودون، ومن المفترض أن تكون الميجالودون أكبر 10 مرات من سمكة القرش العادية. لكن السمكة الظاهرة في الكاميرا ليست بهذا الحجم الكبير، لذا اعتقد العلماء أن هذه السمكة ربما تكون سمكة الميجالودون حديثة الولادة. هل سمعتم من قبل عن وحوش الإسباجيتي الطائرة؟ في عام 2005 أنشأ الفيزيائي بادي هندرسون كنيسة وحوش الإسباجيتي الطائرة، وذلك احتجاجا على تعليم التصميم الذكي، حيث أن الشكل الأساسي الخاص به لا يتماثل في الطبيعة وفي التصميم الذكي معا. وقد تم إيجاد قنديل من نوع نادر يشبه المخلوق الأسطوري في أعماق المحيط. التقط هذا الكائن البحري من خلال غواصة آلية يتم التحكم بها من السفينة بأعلى سطح البحر. واعتقد الكثيرون أن هذا بالفعل هو وحش الإسباجيتي الطائر الذي يعيش تحت عمق 4000 قدم تحت سطح مياه المحيط الأطلسي. لكن من المؤكد أنه حتى الآن لم يتم التأكد من أي معلومة حول كل هذه الترجيحات. بالرغم من كل التقدم وعصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه حتى الآن، إلا أن هناك أشياء كثيرة ما زالت غامضة جدا لا نعلمها في كوكب الأرض الذي نعيش فيه، وخاصة في عالم البحار. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.
Thank you.